يا صباح الورد عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناقش معاكم او هقدم لكم مجموعه من الكتب ناقشت او اتكلمت عن موضوع السعاده، بما اننا كلنا اكيد بندور على ازاي نكون سعداء، ازاي نقدر ان احنا يكون عندنا راحه بال اكتر، ازاي نقدر ان احنا نعيش حياتنا بسعاده اكتر. فالنهاردة حبيت ان انا ارشح لكم او نناقش مع بعض مجموعة كده من الكتب ناقشت موضوع السعادة بكل جوانبه. فطبعا زي ما قلت لكم يعني دلوقتي هنتكلم مع بعض بقى عن موضوع السعادة وعن ايه هي اهم الكتب اللي ناقشت موضوع السعادة. اول حاجة هو كتاب السعادة الحقيقية، ومؤلف الكتاب هو مارتن اي بي سليجمان، وبيبلغ عدد صفحات الكتاب 442 صفحة. الكتاب ده بيتقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأول منه بيتحدث عن العواطف الإيجابية أو اللي هو بيسميه العواطف الإيجابية، فهو بيقوم بتحديد إيه هو الضروري لتجربة، يعني إيه هو الضروري نحنا علشان نعمله علشان خاطر نوصل لشعور بالسعادة. الجزء الثاني بيتكلم فيه عن نقاط القوة والفضائل، بمعنى أصح الأشياء الإيجابية اللي لازم تكون موجودة جوه كل شخص علشان يحصل على السعادة. أما الجزء الثالث فمن خلاله بيتم فحص المجالات اللي ممكن نجربها أو نلاقي من خلالها السعادة، زي مثلا حب الحياة والعمل وتربية الأطفال. فبيقول ان الهدف، يعني بيتكلم عن ان الهدف الرئيسي للكتاب ده هو مش حل الامراض والمشاكل العقلية، بل بالعكس ان هو بيتكلم فيه ان هو بيحاول يعزز الامور اللي ممكن ان احنا تدينا قدر اكبر من الرضا في الحياة، وان احنا نكون اكتر عندنا تقبل للحياة، وان احنا نكون اكتر سعادة. كمان الكتاب بيعتبر دليل للأشخاص. تاني كتاب بقى هنتكلم فيه النهاردة هو كتاب عادات الدماغ السعيد. مؤلف الكتاب هو لوريتا فارزيانو، وبيبلغ عدد صفحات الكتاب 238 صفحة. كتاب عبارة عن نهج يتبع فيه يعني 45 يوم لتحسين مستوى السعادة، وبيوضح فيه عادات الدماغ السعيد وازاي ان احنا نعيد تدريب العقل علشان نفعل المواد الكيميائية اللي بتخلي الإنسان سعيد. وبيقدم الكتاب أنشطة وتمارين بسيطة بتساعد على فهم دور المواد الكيميائية الخاصة بالسعادة، وطبعا نعيشها واتكلم عنها، وهي السيروتونين والدوبامين والأكسيتوسين والأندروفين، كما أنه بيساعد في أن احنا نتعلم كيفية بناء عادات جديدة من خلال إعادة توجيه الكهرباء في العقل علشان تتدفق في مسار جديد، وده بيخلي المواد الكيميائية سهلة الإثارة، وبالتالي إن احنا نشعر بالسعادة والرضا أكتر. فالكتاب ده برضو من ضمن الكتب الجميلة جدا ومفيدة لأي حد بيحاول إنه حياته تكون سعيدة أكتر أو أفضل بكتير. الكتاب اللي بعد كده اسمه كتاب فخ السعادة. مؤلف الكتاب هو الدكتور روس هاريس. بيتكون الكتاب من 280 صفحة. الكتاب بحوالي 33 فصل، وبيحتوي على حكمة الخبراء وعلى التقنيات المثبتة علميا. ومن خلال الكتاب ده بيعلمنا الكاتب المهارات اللازمة واللي لازم نحن نتبعها عشان نتغلب على الخوف وعلى الشك والشعور بعدم الأمان، وان احنا نركز على حياة جيدة ليها قيمة ومعنى اكبر، وان احنا نمضي في تحقيق اهدافنا من خلال الخروج من فخ السعادة. الكتاب اللي بعد كده كتاب اسمه التعثر في السعادة. مؤلف الكتاب هو دانيال جيلبرت، وبيتكون الكتاب من 263 صفحة. وبيبدأ الكتاب بطرح مجموعة من الاسئلة، يعني بعض الأسئلة والمشاكل اللي بيعاني منها الجميع، زي أنا ليه مش سعيد، أو هل المال ممكن يجعلني سعيد، أو قد إيه من المال ممكن يخليني سعيد، بعبارات واضحة وبسيطة
بيستكشف الكاتب طبيعة السعادة وبيشرح الأوهام النفسية الكتيرة اللي بتعمل على تشويه تصورنا لمعنى السعادة والفرح. وبعد أسباب الذاتية والصعوبة اللي بنواجهها في قياس السعادة، أو كل شخص مننا بيشوف السعادة طبعا من منظور مختلف، بيوجهنا لدراسات وتجارب مختلفة بتؤدي إلى ثلاث استنتاجات رئيسية. الأولى، لما الإنسان بيتخيل يعني لما نتخيل حالتنا الذهنية وبنضيف التفاصيل الأساسية أو فقدها من غير ما ندرك ده، فالتفاصيل هي اللي بتخلينا في النهاية نشعر بالسعادة. الاستنتاج التاني هو إنه لما نتخيل المستقبل أو لما بنتذكر الماضي بتكون صورة بتاعتنا الذهنية مشابهة جدا للحاضر، وبتتأثر مشاعرنا المتخيلة لحد بعيد بالحالة الذهنية الحالية. أما الاستنتاج الأخير فهو إنه لما تحدث الأحداث بالفعل فإحنا بننظر ليها بشكل مختلف تماما عما كانت عليه من قبل، وده بيعمل برضو على تشويه جهاز المناعة. الكتاب اللي بعد كده اسمه مسالك السعادة. في صفحات الكتاب ده مجموعة إرشادات وتوجيهات يعني لما بنطبقها في واقع الحياة بنحرص على ان احنا نثبتها وان احنا ما نفوتهاش. طبعا بيقول فيها ان احنا هتنقلب حياتنا من شقاء لراحة ومن تعاسة الى سعادة، بل هنحس يعني وكاتب كده سنشعر الحياة هتكون ليها طعم تاني وننظر ليها نظرة مختلفة، ويعني قد ندفع الى كتابتها حب الخير والتغاء القدر ورغبة في الاصلاح. ده هيكون يعني سبب كبير ان احنا نسلك السعادة، وطبعا ده برضو من الكتب الجميلة جدا. كتاب البحث عن السعادة هو من اجمل الكتب عن السعادة، وهو كتاب بيتناول وبيناقش الكاتب اللي هو الشيخ اللي هو مؤلف الكتاب اسمه ندى أبو أحمد بعض الأمور والأشياء اللي يعتقد الإنسان إن هي وسيلة وطريقة للسعادة، من الممكن إن هي تكون سبب للسعادة بحد ذاتها. يعني بيقول فيه إن البعض بيظن إن السعادة في المال، فمن الناس ممكن أي شخص يعني في أشخاص كتير بتنظر إلى أصحاب الأموال الكثيرة والسيارات الفارهة والقصور العالية وبيظن أحدهم إن هم دول أسعد الناس، والبعض بيظن ان السعادة في الشهرة، وده ظن برضو خاطئ، وان الشهرة قد تكون احيانا بالعكس ممكن تكون الشقاء هي سبب الشقاء والتعاسة. وفي بعض الاخر بيظن ان السعادة في نيل الشهادات العالية والمراكز المرموقة، والبعض بيظن ان السعادة في الثقافة الغربية والوظيفة العالية والزواج من شخص جميل غني وامور تانية كتير، وبيبقى السؤال اين نجد السعادة. ده هو اللي كان كتبه الكاتب في الكتاب، وده طبعا برضو بيعد من افضل كتب اللي اتكلمت. وده كده اسمه السعادة باختصار. الكتاب ده بيتناول مجموعة من النصايح بطريقة مبسطة وسهلة بشكل هزلي مصور، بيعكس فيه الكاتب الطرق اللي بيسير بيها الانسان للوصول للسعادة والنتيجة اللي بيمر بيها وبيصل إليها خلال الرحلة اللي هي مش سهلة زي ما هو قال، علشان يعني يحصل على السعادة في أثناء يعني رحلته. بعد كده اسمه كتاب الطريق إلى السعادة. الكتاب ده صدر عن كتاب الكتاب اللي بعد كده كتاب اسمه الطريق للسعادة. الكتاب ده من مؤلفه دكتور مبروك عطية، وبيتناول مفهوم السعادة في الدين وعلاقته بالدنيا، ويعني بيقول فيها عن السعادة من ثمان حروف تمثل غاية وهدف كل إنسان على وجه الأرض، لأنه بالتأكيد مفيش
إنسان بيسعى إن هو يكون تعيس يعني. والسؤال الأهم هو إزاي يحقق الإنسان سعادته وإزاي يلاقيها أو أين يجدها. في انطباع خاطئ لدى البعض أن السعادة في الدنيا والقيام بالواجبات الدينية اللي بيرضي بها الله يعني. وفي أمران لا يلتقيان، وكأن الدين فيه عداء مع السعادة، وإنك علشان تكون متدين لازم إنك تكون متهجم ومكفهر الوجه، وإن أنت تكون شخص عبوس يعني. فهو بقى بيوضح في الكتاب عن إن بالعكس إن دين الإسلام يدعونا لحياة حياة نسعى فيها ونعبد ربنا حق عبادته ونستمتع بما أتانا الله من نعم في إطار الضوابط الشرعية اللي يعني ربنا أمرنا بيها عز وجل. وكتاب طبعا من ضمن الكتب الجميلة. الكتاب اللي بعد كده اسمه كتاب سيكولوجية السعادة، بيقول فيه الكاتب وتأليف مايكل أرجابيل أو أرجايل. السعادة بعد كده اسمه كتاب سيكولوجية السعادة تأليف مايكل أرجايل. بيقول فيها أن السعادة هي أنك تشعر بالرضا. والملاحظة الهامة أن السعادة مش نقيضة التعاسة، بل هما بعدين مستقلين عن بعض استقلال تام. المرء مش ممكن أن هو يشعر بالسعادة والتعاسة في نفس الوقت. وبيأكد أن الأشخاص اللي بيشعروا بشدة السعادة هما نفسهم اللي بيعيشوا التعاسة بشدة برضه. وبيقول فيه أن الشعور بالرضا هو شعور نسبي، وأن الناس لما بيقيموا شعورهم بالرضا فإن هما بيقارنوا ما بين مشاعرهم السلبية ومشاعرهم الإيجابية. وهنا ممكن أن هو يفهم السعادة بوصفها انعكاس لدرجة الرضا عن الحياة، أو بوصفه انعكاس لمعدلات تكرار حدوث الانفعالات السارة أو المفرحة وشدة الكتاب اللي بعد كده اللي هنتكلم فيه. الكتاب اللي هنتكلم فيه بعد كده النهاردة كتاب اسمه فيزياء السعادة. والكتاب اللي هنتكلم فيه بعد كده كتاب اسمه فيزياء السعادة. والكتاب ده بيعد من كتب التنمية الذاتية لأي شخص. ويعني الكتاب ده بيتناول ان ازاي الانسان كيف يمكن ان يأخذ الانسان قرارات بتوصله للحصول على السعادة. وبيتكلم فيه ان هو بيقول حضر ورقة وقلم وابدأ وضع امثلة حياتك السيئة، واستخدم قانون فيزياء السعادة لحلها. هو بيتكلم كأن السعادة يعني قانون، بعض القوانين، وانت تمسك الورقة والقلم وتحط امثلة كده لحياتك وضع معطياته والمكونة من الإصرار والقناعة والتفاؤل والاجتهاد ومراجعة أخطاء الفشل والثقة بالله والثقة بالنفس مع قانونه الآتي أو اللي احنا هنقوله دلوقتي. وبيتكلم عن الأمور الإيجابية والأمور السلبية. فيعني هو كاتب إن انت هتلاقي فيه منظور مختلف عن الحياة، خلاصة للنتائج ان في باطن كل خسارة دافع وسبب ومعلومة بتساعد على الشخص على النجاح، وبان كل هزيمة مرت بالانسان بتسبقها نجاح احد الناجحين، وكانت خطوة في سلم وصوله. يعني اي شخص ناجح اكيد مر بفترة كده كانت فيها هزيمة او كانت فيها خسارة، وبان البحث عن ايجابيات الامور سيغير الكثير في حياتك اللي عتبت العيش فيها وسط سلبيتها.